المخلصين جمهورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها وبابل لن تغلق نهارا وأن ليلا لا يكون هناك ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها ولن يدخل شيء دنس ولم يصنع ركسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر الحياة سفر حياة الخروف إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. وأراني نهرا صافيا من ماء حية لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجر لشفاء الأمم ولا تكون لعنة فيما بعد وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيد يعظمونه وهم سينظرون وجهه واسمه على جبههم ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى الأبد الأبدين. ثم قال لي هذه الأقوال أمينة وصادقة والرب إله الأنبياء القدسين أرسل ملاكه ليرى عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. أنا آتي سريعا. طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا، فقال لي انظر لا تفعل. احنا بنسجد لربنا لأني عبد معك ومع أخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، اسجد لله. وقال لي لا تختم على أقوال النبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. من يظلم فليظلم بعضه، ومن هو نجس فليتنجس بعض، من هو عبار فليتعبر بعض، ومن هو مقدس فليتقدس بعض. وهنا سريعا كل واحد يعمل اللي عايزه، يعني بيقول وهنا سريعا أنا الألف والياء البداية. طوبى للذين يصنعون وصايا لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلون من الأبواب إلى المدينة، لأن خارجا الكلاب والصحراء والزناة والقتلة وعبادة الأوثان وكل من يحب ويصنع كسبا. أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير والروح والعروس يقولان تعالى. ومن يسمع فليقول تعالى، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب كان أحد. خدوا بالكم من دي عشان دي رد على استحالة تحريف الكتاب المقدس، ودي اللي بتخليني ببقى حذر جدا وأنا بقرأ دلوقتي، وحتى لو قلت حاجة وقعت مني برجع أصلحها كده، لأن لازم أنطق الكلمة صح فأذفرها بحروفها. لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال الكتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا أمين تعالى أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين أمين تعالى يا رب يسوع. انتهى الجميع السادة السفر العظيم سفر فعلا عظيم. ربنا يحفظنا فعلا ونحترس ونعمل بما في هذا السفر بالذات. ايوه امين تعالى يا رب يسوع. بعد كده الكهنه والشمامسه والقارون قروا، احنا قريناها عربي. نقول بعد كده كرياسون الكبيره 3 مرات ورب بطرك موجود تقلك تشيت خالص، وبعد كده تصلي مزامير 9 زي ما تصلي مزامير 3 في السبت. نقول بقى